أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وسلسلة تغطياتنا الخاصة المستمرة بشأن ثورة تشرين واستمرار زخمها رغم كل أشكال القمع الحكومي والميليشياوي ضد الحراك الشعبي، خاصة مع شروع القوات الحكومية والميليشيات بمحاولة فض الاعتصام باستخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع. وقبل مناقشة محاور تغطيتنا مع ضيوفنا الكرام الذي سيكون معنا في الاستوديو الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي، أهلا بك أستاذ نظير. حياكم الله. أهلا بك سيدي الكريم، وسيلتحق بنا عبر الهاتف في وقت لاحق في هذه التغطية من بغداد الناشط للتظاهرات عبد الله الفراجي. مشاهدينا الكرام، قبل الشروع في تغطيتنا هذه نتابع هذا التقرير الذي يظهر تماسك وإصرار المتظاهرين في ساحة التحرير على مواصلة ثورتهم السلمية. لن نكون تابعين لجهة غير العراق، هكذا هي صيحات متظاهري ثورة تشرين المرابطين في ساحات الكرامة رغم أزيز رصاص السلطة وحصار وبطش ميليشياتها. اللعبة انكشفت وبات كل شيء واضحا بالنسبة لمعتصمي ساحة التحرير في بغداد، فمن كان بالأمس يدعي أنه مع المتظاهرين السلميين ويساهم في حمايتهم أثبتت الوقائع بالدليل القاطع عكس ما ادعاه ليقول الشعب كلمته فيه. اللي انسحبوا من ساحة التحرير بفتوى من مقتدى الصدر هم لا يمثلون المتظاهرين الحقيقيين. احنا شعب ثار، احنا نريد الحرية للعراق، نريد الامان، شبابنا تعبت، شهداء طينا، فاللي انسحب خليه يروح الله وياه. احنا موجودين بالساحة ومن الساحة ان شاء الله. متظاهرو ثورة تشرين أكدوا مراراً أنهم لم يخرجوا للتظاهر بفتوى، كما أنهم لن يتركوا ساحات الاعتصام بفتوى أو حتى بحصار مسلح قمعي من السلطة وميليشياتها. في الواقع ستترك ساحات الاعتصام فقط بعد سقوط العملية السياسية وأحزابها الفاسدة، يقول متظاهرو بغداد. جاي يدفعون دم عمرهم ودم فلوس مليارات جاي يصرفون على مود يفرغون الساحات التظاهر، وان شاء الله ما يقدرون. احنا مو العالم اللي نغش بسهوله، مو العالم اللي يشترونا بفلوسهم. احنا عراقيين كفي لك الله، ما حد يملك ربع دينار والف دينار بس عنده غيره وباقي بساحه التظاهر. هنا ساحه التحرير حيث الوحده والتضامن والتكافل بين العراقيين في اوج مستوياتها، على عكس ما تدعيه وسائل اعلام تابعه لاحزاب السلطه. بل أن محاولات فض الاعتصامات وحرق خيام المتظاهرين أعطت مفعولاً عكسياً زاد من زخم ثورة تشرين وأسقطت ما تبقى من أوراق التوت عن مدعي الإصلاح والثورة في العراق. إذن مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد في تغطيتنا الخاصة بشأن تطورات ثورة تشرين. أبدأ إن تسمح لي أستاذ نظير، سأبدأ مع الأستاذ عبد الله الفراجي. أستاذ عبد الله مرحبا بكم. أهلا وسهلا. أهلا أخي أستاذ عبد الله، يعني بعد ما يقارب مرور 4 أشهر على خروج الثوار في تظاهرة تشرين في ساحة التحرير طبعا وبقية ساحات الاعتصام في بقية المحافظات العراقية، يا ريت لو تحدثنا عن زخم الأعداد من المتظاهرين، ما الذي يحصل الآن وأنت متواجد في العاصمة بغداد؟ أخي 4 أشهر لم يمل الشعب ولم يكل من المطالبة بحقوقه المشروعة. خرج الشعب يوم 1/10، يوم 1/10/2019 خرج بمظاهرات عفوية لا يدعمها أي حزب سياسي. الصدر حاول ركوب الموجة، ركب حتى يوم أول أمس أوعد ميليشياته وإلى أنصاره بالانسحاب وحرق المطعم التركي والانسحاب، ثم بدأ الهجوم يوم أمس صباحا، حرق الخيام وأطلاق العيارات النارية. نعم. على المعتصمين في ساحة بغداد وساحة البصرة والساحات الأخرى. أثبتت الحكومة فشلها، أثبتت أفلاسها في التصدي للمطالب الشعبية. المعتصمون لا زالوا هم الآن لا زالوا في الساحات، هم الآن أقوى بكثير من قبل أول أمس.
الآن الكثير من الشباب توجهوا إلى الساحات مرة أخرى بعد أن نوثتها الأحزاب حينما دخلت أو انضمت إليها التيار الصدري والأحزاب الأخرى التي الأحزاب الأخرى. هؤلاء العناصر المدسة التي دخلت لم تدخل نداء للوطن، دخلت بمآرب لمآرب أخرى، دخلت بعد أن أوعز لها مقتدى الصدر ورؤساء الميليشيات التي يقودونها، دخلت لتخريب ولشق الفص المتظاهرين في ساحة كافة خصوصا في ساحة الاعتصام في بغداد. نعم، أرجو أن تبقى معي أستاذ عبد الله الفراجي، أنتقل إلى أستاذ نظير. أستاذ نظير، يعني محاولات متكررة من قبل القوات الحكومية والميليشيات في مسألة فض الاعتصامات التي تجري في ساحة التحرير وبقية طبعا الساحات في مختلف مناطق العراق، ليش تصر حكومة عادل عبد المهدي المقالة على الاستمرار في سياسة قمع المتظاهرين؟ يعني هي هذه كما ذكرت، يعني هذه الوسائل القمعية اللي يستخدمونها ضد المتظاهرين لم تتوقف، ولكن ستكون بين فترة وأخرى هناك تصعيد في القمع وتصعيد في بطش المتظاهرين. نعم. ذلك الأسباب يعني واضحة، كون أن هذا النظام السياسي في البدء هو لا يمتلك إرادة للتعامل مع هذه التظاهرات، هو مرهون إرادته مرهونة بالنظام الإيراني، والنظام الإيراني يعتقد أن خسارة العراق وتبديل النظام الحكم فيه يعتبر خسارة كبيرة جدا، بل ربما ستكون هي النقطة التي تحطم حلم الإمبراطورية التي يريدون بنائها. طيب. كذلك النظام السياسي العراقي الحالي يعتقد أن هذه التظاهرات إذا نجحت في حراكها والوصول إلى أهدافها، بمعنى الموضوع ببساطة معناها إزاحة كل هذه الأحزاب، إزاحة كل هؤلاء الفاسدين، الامتيازات التي كانوا يحصلون عليها سوف يفقدوها، والأهم من ذلك أن هؤلاء يعتقدون أنهم سيقدمون إلى محاكم عادلة كونهم متورطين بجرائم قتل، متورطين بجرائم فساد وسرقة ويعني تسييب للمال العام ويعني حرف المسار العراقي وتأخره إلى عشرات السنين الوراء. كل هذا إذا ما الشعب امتلك زمام الأمور واستلم الحكم سوف يقدم هؤلاء جميعا إلى المحاكم. لذلك فهو عندما يضطهد المتظاهرين ويحاول قتلهم وخطفهم واستعمال كل أساليب القمع، هو يدافع عن نفسه، يدافع عن وجوده، لذلك تجده شرسا في التعامل معهم ويحاول استعمال كل الوسائل للحيلولة دون وصولهم إلى أهدافهم. طيب. أستاذ عبد الله، تعتقد أن مسألة ممارسة السلطة للقمع الوحشي من قتل واغتيال واختطاف وتغييب قسري بالنسبة للناشطين والمتظاهرين، تعتقد أنه إفلاس من قبل الحكومة؟ يعني لم يعد لديها ورقة تلعب بها غير استخدام العنف ضد المتظاهرين؟ أخي، الحكومة مفلسة، هي أصلا مفلسة، لكن في هذا الوقت بالذات هي أفلست. الحكومة لا تملك القرار، لا تملك استقلالية القرار، الميليشيات المرتبطة بها والمرتبطة بالنظام الإيراني هي التي تتلاعب بالملف الأمني، وهي التي تملك الملف الأمني في البلاد، فتسرح الميليشيات تسرح وتمرح في العديد من المحافظات العراقية، خصوصا المحافظات الجنوبية ومحافظة بغداد. بدأت هذه الميليشيات المرتبطة بالحكومة والتي تنتسب أغلبها إلى هيئة الحشد الشعبي بدأت تقتال الناشطين الذين طالبوا بحقوقهم وحقوق الشعب العراقي المكتوبة منذ 16 عام. يعني هذا دليل القمع الوحشي ومحاولة غلق هذه الساحات وفض الاعتصامات هي إفلاس، أكيد لا شك أنه إفلاس الحكومة، ولم تبقى للحكومة العراقية التي تسمى الحكومة العراقية وميليشياتها أي أرصدة. نعم. من أرصدة الأخلاق أبدا، هي مفلسة، وبالذات في الفترة الأخيرة بعدما الحكومة أثبت المتظاهرون أنهم سلميون. نعم. ولا يريدون إلا الوطن، لا يريدون إلا إعادة الوطن المسلوب بكل قراراته وبكل ثرواته. طيب، أذهب إلى الأستاذ نظير. أستاذ نظير، البارحة صارت محاولات لفض الاعتصامات وأيضا حرق خيام المعتصمين، أيضا سقط عدد من الشهداء والجرحى في فض الاعتصامات، لكن
هاي الفض اللي صار البارحة أو محاولات الفض ولكنها يعني باءت بالفشل تماما، جتي متزامنة مع انسحاب الأنصار التيار الصدري من الساحة، تعتقد بأنه صار ضوء أخضر من قبل مقتدى الصدر لخلص لازم نفض التظاهرات وبالتالي يعني يلاقي المتظاهرون مصيرهم على أيدي القوات الأمنية الحكومية؟ يعني بالتأكيد هناك علاقة ما بين ما تصرف مقتدى الصدر وأتباعه، نعم، وما بين ما حدث مباشرة بعد هذا الانسحاب. يعني أنا أقول يعني البارحة يعني كتبت تغريدة، نعم، قلت فيها ليشهد التاريخ بأن من غدر في ثورة تشرين هو مقتدى الصدر ومن يتبعه. طيب. حقيقة موقف مقتدى الصدر منذ البداية هو لم يكن مع المتظاهرين، هو كان يعني يحاول الدخول في البدء الدخول إلى التظاهرات لغاية تزعمها وحرفها عن مسارها كما فعل سابقا، وفي عندما فشل بدأ يحاول مرات أخرى بنصب خيم له وتقديم بعض الخدمات، بل وصل الأمر إلى أنه قد احتل أكثر من 4 طوابق من المطعم التركي. نعم. الأمر الآخر بدأ يحتل منصات ساحة التحرير وإبعاد المتظاهرين الحقيقيين، كل هذا لأجل حرف مسار الثورة والقبعات اللي، نعم، يعني سرايا السلام قبعات. وهناك شيء مهم جدا، هناك حديث بين المتظاهرين يقول بأن ربما مقتدى الصدر وبعض أتباعه هم من يكونون مسؤولين على الاغتيالات والخطف الذي حدث في ساحة التحرير وخارجها، كونهم هم داخل هذه الساحة ويعرفون تفاصيل الناشطين وكيفية ذهابهم وإيابهم إلى هذه الساحات، لذلك هم يحملون مسؤولية هذا الخطف بالتعاون أو بالأصالة، يعني مباشرة هم من يقومون بتصفية هذه الشخصيات الناشطة. لكن أنا أقول يعني عندما وصل مقتدى الصدر إلى مرحلة أنه استحال عليه توجيه هذه التظاهرات وبدأ الأمر مستحيل عليه أن يتحدث باسمهم، لذلك زهد بهم ووجد له عذرا، يعني عذر أقبح من الذنب، يقول أنه يعتب على المتظاهرين كونهم ذكروه بسوء في مواقع التواصل. نعم. ولو كنت قائدا وطنيا، القائد يتلقى الانتقاد من كل أبناء شعبه. نعم. ويلقاه بنفس راضية. نعم. ويصلح إذا كان يريد مصلحة هذا الوطن وهذا الشعب، لكن الأفندي زعلان لأنه المتظاهرين حشوا عليه شوية. نعم. وبالتالي هو يعني قرر أن يعاقبهم، لذلك سحب أنصاره. نعم. وفتح الساحة إلى القوات الشغب ومكافحة الشغب وقوات. نعم. الأمن لمحاولة تصفية هؤلاء المتظاهرين. لكن يعني أنا أقول أن المفارقة أن بانسحاب أتباع هؤلاء الصدر زادت التظاهرات أعدادا والتحق بها شباب كثر، وبدأت الأمور تصبح أكثر وضوحا. يعني أنا أصف هذه التظاهرات. نعم. بأنها تظاهرات هي فاضحة، فضحت من يتستر باسم الوطنية، فضحت من يتستر باسم مناصرة المظلومين والمحرومين كما كان يقولها مقتدى الصدر وغيره. نعم. بل الكثير من عندهم يدعي أنه يناصر المتظاهرين وهو مؤيد لمطالبهم، ولكن منذ البارحة وقبل البارحة. نعم. ولحد الآن لم نرى مسؤولا يدلي بتصريح، وكأن ألسنتهم قد سرقها الطير. نعم. يعني لا تجد أي تصريح مساند للمتظاهرين أو يستنكر الأعمال العنف التي تحدث. نعم. ضدهم من قبل الأجهزة الأمنية. يعني الدليل على أن هؤلاء هم لا يوجد بينهم اختلاف، إنما قد وحدهم العداء لشعبهم. العداء. هم متوحدون الآن في العداء لشعب الشعب العراقي، متوحدون في العداء لهؤلاء الشباب المتفضين. الأمر أنه هؤلاء يشعرون أن مصيرهم واحد، وأن هذه التظاهرات سوف تأتي بأجلهم إذا ما نجحت في الوصول إلى أهدافها. طيب أستاذ عبد الله الفراجي، يعني مثل ما يقولون بالمثل العراقي بأنه مقتدى الصدر شال إيده من التظاهرات وقال عبر بيان أنا لا أتدخل في شؤون المتظاهرين لا بالسلب ولا بالإيجاب، أيضا انسحاب أنصار التيار الصدري من الساحات ساحات الاعتصام، تعتقد هذه المواقف أثرت على نشاطكم حيويتكم داخل ساحات الاعتصام أستاذ عبد الله؟ أخي منذ 11 أو منذ
اسبوع على انطلاق الثوره العراقيه دخل طارئين، دخل عناصر تيار صدري طارئين على الساحه وعلى المظاهرات بحجه الاصلاح انهم غير مرتبطين بالتيار الصدري او غير يعني محصولين على التيار الصدري، لكن يوما بعد يوم تكشفت حقائق كثيره. حاولت التيار الصدري السيطره على كل المناطق في ساحه المظاهرات خصوصا ساحه بغداد، سيطر عناصر القبعات الزرق على حديقه الامه، على مداخل وخارج حديقه الامه، وباتوا يفتشون الداخلين اليها والخارجين منها، وعلى الجسر القريب من المنطقه القريبه من جسر السنك. نعم. وعلى ساحه الخلاني. نعم. اما المدخل الرئيسي للمطعم التركي فرفضت الثوار هنالك، رفضت جميع التنسيقيات دخول عناصر قبعات الزرق المرتبطه بعناصر التيار الصدري، حتى ان مغلب المعتصمين الغير المستقلين غير مرتبطين باي احزاب اخرى، الذين ناداهم منادي الوطن رفضوا تقدم او اقتراب اي عنصر تابع لهذه الميليشيات من جسر الجمهوريه والمطعم التركي لعلمهم المسبق بهذه الخطط. اخي المتواجد في ساحه التحرير يعلم ان المتظاهرين اغلب المتظاهرين واغلب قاده المظاهرات يعلمون هذا المصير، مصير التيار الصدري او عناصر التيار الصدري المتواجدين هنا في الساحه. نعم. عناصر التيار الصدري لم ينسحبوا اول امس، لقد انسحبوا في يوم الجمعه يوم مقتل سليماني مساء حينما اصروا على ترشيح رحيم العقيلي القاضي المقرب من التيار الصدري، لكن المعتصمون هناك رفضوا ترشيح او رفضوا ان يزج باسم. نعم. رحيم العقيلي كمرشح لرئاسه الوزراء. نعم. حينها غضب اغلب عناصر التيار الصدري وانسحبوا من الساحه، وبقي القليل وانسحبوا اول امس مساء. نعم. أستاذ نظير، عملية الإصرار من قبل المتظاهرين على العودة مرة أخرى إلى ساحات الاعتصام بعد مسألة حرق الخيام والاعتداء عليهم وسقوط شهداء وجرحى، تعتقد أنه قد ضرب يعني العملية السياسية وأقطاب العملية السياسية في المنطقة الخضراء قد ضربهم في مقتل، على اعتبار أن هناك وعي جمعي على أن العراق هو الأول ورافعين شعارات بأنه نحن نريد وطن لا أكثر، تعتقد أن المنطقة الخضراء الآن تعيش في ربما اضطراب سياسي اضطراب أمني، تعتقد ذلك؟ نعم أنا أتفق مع هذا الوصف. حاليا يعني المنطقة الخضراء بما فيها من سياسيين الآن الكابوس أو الشيء المرعب لهم هي هذه التظاهرات، وهم يعني جل تفكيرهم كيف يمكن التخلص من هذه التظاهرات وفضها. نعم. لأنهم يعلمون بأن تصاعد هذه التظاهرات سيقلب الطاولة عليهم يعني عاجلا أم آجلا، ولربما هذا الأمر سوف يجلب دعما دوليا، ولربما سيكون هناك عدم اعتراف بهذا النظام السياسي من قبل دول العالم. نعم. لكنهم يراهنون يعني على قول أحد النواب قالها بصراحة. نعم. يعني أنتم لا تحلموا بأن النظام العراقي سوف يسقط، لماذا؟ لأن المجتمع الدولي داعم لهذا النظام على علاته وسيئاته، ويعلل السبب في ذلك يقول لأن دول العالم لا تريد أن يكون هناك ما بعد النظام العراقي الفوضى، وهو جاهل لحقيقة أن النظام السياسي الحالي هو الفوضى الحقيقية، هو الذي يفرخ الإرهاب، هو الذي يفرخ الفساد وكل هذه المساوئ جراء هذا النظام. والثوار إذا ما نجحوا في تشكيل نظام سياسي جديد سوف لا يكون مثل هذا النظام هذا الحالي، وسوف يكون مثال يحتذى لجميع الدول في يعني صدقه و يعني حسن تقديمه الخدمات لأبناء شعبه. نعم. لذلك يعني هناك كابوس حقيقي تمثل هذه التظاهرات لهذه الطبقة السياسية، وأتوقع أن يعني هم سوف يحاولون لآخر لحظة الدفاع عن أنفسهم وعن هذا النظام، كونه يعتقدون أن يعني مجرد تغيير بسيط في هذا النظام سوف يؤثر تأثيرا بالغا على مصالحهم. هذا الأمر يعني حقيقي، يعني إحنا لو قللنا
نسبة الفساد إلى حد معين ربما 50%. هل تعلم كيف سيؤثر على مصالح هؤلاء المتنفذين؟ سوف يصيبهم بمقتل. كذلك يعني إذا كان هناك تنفيذ حقيقي يعني لمكافحة الإرهاب سوف يكون يعني كثير من هم في داخل هذا النظام السياسي هم داعمين للإرهاب لأنهم مستفيدين من هذا الإرهاب. حالة الفوضى وحالة اللا أمن هي مفيدة يعني هذه عصابات المافيا المسمات بالحشد الشعبي وغيرها من العصابات التي يعني تسرق المال العام باسم الدولة. هذا كله يعني يضرب مصالحهم. على ذكر الاستفادة أكو فد معلومة ربما يعني سأطرحها عليك ولكن أنتقل إلى الأستاذ عبد الله الفراجي. أستاذ عبد الله، اليوم الأحد عاد الإضراب الطلابي إلى يعني في بغداد وفي بقية المحافظات، خرجوا بتظاهرات طلابية تأييدا وردا على محاولات فض الاعتصام الفاشلة التي حدثت يوم أمس. شلون تشوف استجابة الطلبة لدعوة لجان التظاهرات بالإضراب العام والعصيان المدني؟ أخي معلوم لدى الجميع أن أصحاب القمصان البيض هم بيضة القضبان في الثورات في الثورات الشعبية في كافة أنحاء العالم. طلابنا ما شاء الله عليهم يملكون من الوعي ما لا تملكه الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد. كل الكليات جامعة بغداد والجامعة العراقية في بغداد أضربوا عن الدوام منذ 11 إلى الآن لم تفتح مقاعد الدراسة. إلى الآن الحمد لله اليوم الأخبار من جنوب العراق العصيان المدني في أوج في أوجه في محافظات النجف وكربلاء والديوانية والسماوة والناصرية. الطلاب من أشرف المجتمعات أو من أشرف الفئات وطلاب الإعدادية من أشرف الفئات ومن أثقفها بل من أثقفها ومن أوعاها يملكون من الوعي كما قلت ما لا يملكه كل القادة السياسيين. هم محبين لبلدهم ناشطين في المظاهرات وناشطين في جامعاتهم وناشطين في العصيان المدني. هذا العصيان المدني الذي بدأ يورق المؤسسة التعليمية المرتبطة بهاي هذه الحكومة فهم مصرون ومستمرون على هذه مصرون في هذه الثورة وأعتقد سيستمرون إلى النهاية في عمليات الاعتصام. نعم واضح. المشاهدين الكرام، يعني خرجت تظاهرات حاشدة لطلبة جامعات العراق تضامنا مع الإضراب العام والعصيان المدني، حيث توافدت أعداد كبيرة من الطلبة إلى ساحتي التحرير والخلاني في بغداد، رددوا هتافات منددة بسلطة الأحزاب الفاسدة ومحاولات الالتفاف على مطالب الثورة والإجهاز عليها. لنتابع. أستاذ نظير، يعني الزخم الطلابي يعاود. اليوم الأحد خرج الطلاب في بغداد وفي المحافظات تأييدا وردا على محاولات العمليات الفض الفاشلة التي حاولت فيها الحكومة والميليشيات يوم غد. شلون تابعت موقف الطلاب من 1 تشرين ولحد هذه اللحظة؟ يعني أنا أقول إن الطلبة هم عين المجتمع. يعني وأنا يعني أوجه خطابي إلى هذه الآلة السياسية اللي الحاكمة في بغداد. يعني ألا تستحون إن الطلبة يخرجون في تظاهرات ضدكم؟ هذا دليل على إذا الطلبة خرجوا في تظاهرات ضد نظام ما دليل على أن هذا النظام سيء بشكل كبير ومحكوم عليه بالسقوط. كون إن هاي الطبقة هي الطبقة المثقفة هي الطبقة الواعية هي من سوف تقود المجتمع لاحقا. لذلك يعني لا هذه الطبقة لا تدخل ثورة ما إلا ويكون حليفا النصر. عندما تجد هذه الأعداد الغفيرة من الطلبة تخرج طلبة جامعات وطلبة إعداديات وكلها بقول واحد دعما للانتفاضة ورفضا لهذا النظام السياسي يدلل
على أن الشعب العراقي سوف لن يعود، سوف لن يرجع إلى ما قبل هذه التظاهرات، وسوف يستمر يعني تستمد زخمها من هذه الطبقات الشبابية. أنت تعلم أخي الكريم الطلبة أعدادهم يعني تتجاوز مئات الآلاف. هؤلاء إذا ما حسموا ولاءهم لصالح الثورة فالثورة لا بد أن تنتصر. لذلك يعني أنا أقول يعني يجب على من في رأسه عقل من هذا النظام السياسي أن يراجع أمره. لا أقول أن يتوب ويصبح مع المتظاهرين، لكن يستطيع أن ينجو بجلده. يخرج يعني هذا النظام إذا ما سقط وما زالوا هؤلاء السياسيين متمسكين في يعني ولائهم للنظام وبقائهم ضد شعبهم وضد هذه التظاهرات، سوف لن يلومون المتظاهرين إذا ما قدموهم إلى محاكم عادلة. سوف تأخذ من يعني منهم حق الدماء التي سفكوها والأموال التي سرقوها. لذلك يعني يجب أن هذا النظام أن يتخلى عن السلطة، على الأقل لينجو بنفسه، ليس حبا بالشعب العراقي، فقط لينجو بنفسه. لذلك أنا أقول هؤلاء الطلبة الذين شاركوا في ثورة تشرين منذ الأيام الأولى لهذه الثورة وما زالوا لحد الآن، اليوم خرجوا للتظاهر استجابة لنداء التنسيقية المتظاهرين، وعبروا عن رفضهم لفض الاعتصامات، وعبروا عن مواصلتهم لتظاهراتهم إلى حين الوصول إلى تحقيق الأهداف. هذا دليل على أن الشعب العراقي تغير بشكل كبير، وأن هذا الجيل الجديد الذي هو يعني بين 15 إلى 30 سنة هو من سيقود البلد، وهو من سيبني البلد مرة جديدة على الأنقاض ما فعله هؤلاء السياسيين. أستاذ عبد الله، الحكومة وأيضا الأحزاب السياسية راهنت على عامل الوقت منذ البداية. تعتقد أنه عامل الوقت سيصيب إذا ما طالت الفترة؟ طبعا سيصاب المتظاهرون بالملل وبالتالي سيعودون من حيث أتوا، أم أن عامل الوقت أنتم يعني حسبي الحساب بأنه الحكومة والسلطات تراهن على عامل الوقت؟ هل أصابكم الملل؟ هل أصابكم التململ من بقائكم في الساحات؟ أخي عامل الوقت هو العامل الأول، هو الملل، والعامل الثاني هو سوء الأحوال الجوية. بالنسبة للملل صار 4 أشهر مختصين بالقيام. هذا الجو القاسي. أما بالنسبة للمطر الأمطار والجو القاسي، الجو العراقي أنت تعرف جو مرتفع جدا بارد وممطر هائل غالبا، لم يتحد في هذه الظروف القاسية، لم يتحد أغلب المتطوعون، ما زالوا ولا زالت الساحات تتزايد أعدادها يوما بعد يوم. خصوصا في هذه الأيام الأخيرة. إذا لم فقد المتطوعون كل هذه الأشهر الأربعة الماضية، فكن على يقين بانتصار الثورة، كن على يقين بأهدافها، كن على يقين بأن المتطوعون بأن الحراك سينتصر، وأن الحراك يعدم الخطط الحكوميه. استاذ عبد الله، اكو صوت يؤثر على صوتك يصلنا، يعني ربما يكون غير واضح، يا ريت لو تتخلص من يعني الصوت اللي جنبك ده يؤثر على صوتك حتى نتكلم وياك بشكل واضح ويسمعوك الجمهور بشكل واضح. أستاذ نظير، عملية الاستفادة وأيضا السرقات والفساد تكلمت عليها، يعني قرأت في مرة وسمعت في مرة بأنه حتى يعني لا تلوموا على العناصر الميليشيات، هم جوي إلى وانتموا إلى الميليشيات لأنه ماكو فرص عمل، وبالتالي هم جوي وانتسبوا إلى الميليشيات لأنه حتى يحصلون من عندها رواتب. أيضا هناك ربما يكون حديث بأنه مثلا الحشد الشعبي كان راتب العنصر في الحشد الشعبي 750 حسب ما نطول لوزارة المالية العراقية، بينما هم ينطون 750 ألف، بينما ينطون لعناصر الحشد الشعبي 550 ألف. بما أنه الحشد الشعبي 150 ألف، فأنت تضرب 150 ألف في 200 ألف، فيطلع نسبة من الفساد كبيرة جدا. فالناس تتكلم يقول لك أنتوا لا تلومون العناصر البسيطة، ناس بسطاء ذولا انتموا للميليشيات وينفذون
ما تخطط له القيادات، قيادات الميليشيات، لأنه ماكو فرص عمل، وبالتالي انتموا إلى الميليشيات من أجل رواتب شهرية لا أكثر ولا أقل. نعم، هو هذا الكلام فيه شيء من الحق، لكن نعم. هذا لا يعفي يعني من يرتكب الجرائم. نعم. أنا أقول لك أن هذه الميليشيات لو كان هناك ضغط حقيقي عليها لسرعان ما تفككت، لأن في معظمها المادة التي تعتمد عليها من تجنيد هؤلاء الشباب هو من أجل لقمة الخبز. يعني الشخص عاطل، لا يوجد عمل، لا يوجد مصدر رزق، يقول أذهب إلى إحدى الميليشيات لكي أخذ بالشهر مبلغ ما أستطيع أن أعيش فيها. لذلك مثل هؤلاء الناس ليس لديهم ولا عقائدي ولا حقيقي للأفكار التي تحملها تلك الميليشيات. لكن حديثنا إحنا ما نتحدث عن هؤلاء، هؤلاء عندما يجد فرصة عمل أفضل سيترك الميليشيات. نعم. وإذا وجد ضغطاً أقوى سوف يترك الميليشيات. نعم. لكن أنا أقول هؤلاء الذين هم مستفيدين من الفساد، من قلت عليهم قبل قليل أنهم من يعني يستقطعون من رواتبهم ويضعوا في جيوبهم. نعم. ناهيك عن الصفقات التي يفعلوها، ناهيك عن السلب والنهب من المال العام. نعم. هؤلاء فعلاً مجرمين، هؤلاء فعلاً سراق، هؤلاء لا يعفيهم شيء يعني إلا أن يقدم إلى المحاكمة. لذلك يعني أنا أقول لتفكيك مثل هذه المنظومة. نعم. يجب أن نوجه يعني خطابنا ونداءنا إلى من انتمى إلى الميليشيات لأجل لقمة الخبز. نعم. أن يحسم أمره ويعلن ولاء للشعب، لأن هذه الميليشيات هي من ستبقيه في فقر وستبقيه في عوز. إنما إذا ما حسم ولائه إلى الشعب وإلى المتظاهرين وإلى هذه النخبة الواعية سينقلب المجتمع مرة أخرى إلى الأفضل. نعم. وسيكون هو أول المستفيدين، هو من يتمتع بالخير القادم حينما تزال هذه الطبقة. هو يعني أريد أن أنتقل بهذه النقطة المفصلية أستاذ نظير إلى الأستاذ عبدالله الفراجي. أستاذ عبدالله، أنتم خرجتم في الساحات للمطالبة بحقوق الشعب العراقي عامة، يعني ليس فئة معينة ولا فد مذهب معين. ما يصير بيناتكم وبين ربما تكون الميليشيات اللي كانت موجودة داخل الساحات بأنه إحنا كمتظاهرين يعني خرجنا من أجلنا ومن أجلكم ومن أجل العراق كله، ما يدور بيناتكم مثل هذا الحديث بأنه ليش تقمعونا أنتوا؟ وحتى خطابكم للأجهزة الأمنية المتواجدة في الساحات بأنه إحنا خرجنا لأجل العراق كله ولكن ليس لأجل مصالحنا إحنا، هل يدور حديث بينكم في هذا الإطار أستاذ عبد الله؟ القوات الوكالة الشغل القريبة من السواتر خاطبناها أكثر من مرة أنه إحنا خرجنا من أجل أطفالنا وأطفالكم. نعم. من أجل مستقبلنا ومستقبلكم ومستقبل العراق، لكن كانوا تعذرون أنه أوامر تجيهم من الضباط بهذه يعني بإصدار الضباط أوامر باقتحام الساحات أو إطلاق الرصاص على ساحات التظاهر. نعم. يعني في كل مرة كنا نناشدهم بحبهم للعراق أن يتركونا وشأننا. نعم. نحن والسلطة. شنو كان جوابهم أستاذ عبد الله؟ شنو كان جوابهم؟ غالباً العناصر القريبة يعني غريبة من الساتر يتعذرون ويسلمون علينا ونتبادل التحايا ونتبادل السلام ويعتبرون انه الاوامر تجيهم من الاعلى مو بيديهم يعني. مو بيديهم. العنصر الامني لا يمتلك القرار الامني. نعم صحيح. ولذلك مثل ما ذكرنا استاذ عبد الله استاذ نظير، والكلام موجه ايضا للاستاذ عبد الله، بان ذولا اداه تنفيذ ليس لهم يعني هم مو اصحاب قرار حتى يقررون بانه. نعم نعم صحيح الكلام، والاجرام يصدر من جهات معروفه باجرامها. نعم. وهؤلاء يعني ادوات تنفيذ، لكن هذا الشيء لا يعفيه، هو يمتلك في رأسه عقل يستطيع تمييز الخبيث من الطيب، يعرف أن هذا القرار سوف يسفك دماء به وسوف يعني هذا لا يعفيه من الذنب. نعم. لذلك أنا يعني أقول أنه هؤلاء يجب أن يكون لديهم عقلية الإنسان الذي يفكر بعقله وليست عقلية القطيع يذهب حيثما يشاء. نعم. قادته. وهذا الكلام أيضا ليس موجه فقط إلى الميليشيات أو الأجهزة الأمنية، موجه أيضا لأتباع التيار الصدري. لماذا تفكرون بعلاقتكم مع مقتدى الصدر بعقلية القطيع؟ يجب أن تفكر أنه أنت أتبعك يعني أنا تبعا لك في الحق،
أما في الباطل لا، لا أكون تبع لك. يعني تجد يعني أتباع تيار صدري يذهب بهم مقتدى يمينا ويسارا بدون تفكير. والبارحة طلعوا، وهذا هذا طبعا أمر، والبارحة هتافات رددوها ما معناه يعني حسب ما أذكر الدلل يا ابن محمد لا أمريكا ولا إيران. هذا كان خطاب واضح لمقتدى الصدر. هذا تدليس يعني. هو ماذا فعل للنفوذ الإيراني؟ نعم. هو ماذا فعل أيضا للنفوذ الأمريكي؟ لا يقول إنه قد قاتل الأمريكان، هو ثبت عليه التاريخ أنه باع سلاحه إلى الأمريكان عندما حصل. نعم. لا باعه ليس سلما، باع صحيح. باع كل قطعة سلاح. نعم. يعني أتذكر ربما 2009-2008 لا لا قبل هذا بال 2005 و2006 عندما حاصروه في النجف وعقد اتفاقا مع الأمريكان باع القطعة السلاح أعتقد بورقتين يعني $200 يعني هذا الذي يبيع سلاحه يتوقع منه أنه يكون زعيم المقاومة العالمية ضد الأمريكان. هذا الكلام على من يدلسه يعني. ونفس الأمر أنت ماذا فعلت بالنسبة للنفوذ الإيراني؟ ما زلت الآن أنت تعيش في داخل إيران وتعلن لواء المقاومة وأنت في قم في إيران. هذا دليل على أنه ضحك على الناس. ومن يتبع مثل هكذا رجل يلغي عقله. يعني حقيقة يجب أن يكون هناك يعني نهيب بأتباع التيار الصدري أن يبرهنوا عن وطنيتهم، أن يبرهنوا عن عراقيتهم، ولا يجعلوا رقابهم تحت بيد مثل هذا المعتوه. نعم نعم. أستاذ عبد الله، المعتصمون قاموا بنصب الخيام من جديد خاصة في بغداد وفي البصرة وفي بقية المناطق. تعتقدون أن يعني أنتم كمتظاهرين قادرين على تخطي هذه المرحلة الحرجة من ربما يكون من تاريخ العراق المعاصر؟ أخي طبعا أكدت لك أن العديد أو العشرات من المتظاهرين الذين انسحبوا من الساحة في بداية المظاهرات لدخول عناصر الأحزاب وعناصر النشاط قد عادوا الآن. الساحة فرق طبعا، الساحة أقليت من عدة خيم كانت تابعة لعناصر التيار الصدري، الآن مليت بالخيام، خيام جديدة لأخذ مكان الخيام التي سحب منها التيار الصدري. النقابات لا زالت موجودة، كل النقابات، نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة ونقابة الزراعين ونقابات المهندسين. أخي دعم اللوجستي كان يأتي غالبا من رجال أعمال وتجار وناس ميسوري الحال، لم يكن يأتي من التيار الصدري الدعم اللوجستي بما الطعام والغذاء والماء والدعم المستلزمات الطبية، كان يأتي من الأهالي والميسوري الحال، ولا زال ولا نحتاج أصلا الآن. يجمع غالب المعتصمون أن الثورة بدأت تتضح أكثر من السابق، بدأت الآن عادت كما بدأت في 11. نعم. حب الوطن يجمعهم، لا وجود لعناصر ميليشيات أو أحزاب سبق لها أن اشتركت في الحكومات السابقة، الكل يجمعهم حب الوطن، والكل لديهم هدف واحد هو الخلاص، هو إرجاع الوطن إلى أهله، هو القضاء على الفساد، هدفهم واحد هو تغيير رئيس الوزراء. نعم. لم يرتبط بأي حزب ولم يشارك في سفك الدم العراقي وهدر المال العام أبدا. نعم. مشاهدينا الكرام، ضيوفي الأعزاء، في ذي قار تحديدا في ساحة الحبوبي في الناصرية باتت تعد بودقة الثورة بعد أن أعطت مهلة الوطن لإنهاء العملية السياسية، فإن القوات الحكومية والميليشيات ما زالتا تواصلان حملاتهما للإجهاز على المعتصمين هناك عبر استخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المحرمة دوليا. نتابع. أستاذ نظير، تعتقد بأن مسألة التظاهرات من غير قيادة أفضل أو لازم يكون هناك قيادات؟ أيهما أفضل؟ يعني قبل أن أجيبك على هذا السؤال، لفت انتباهي كلام رائع جدا لضيفك من بغداد. نعم. يقول الآن
نحن أفضل حالا. لماذا؟ لأنه أصبحت الأمور واضحة، لا يوجد فيها من رجل له في السلطة ورجل له في التظاهرات. وحقيقة أريد أن يعني أثمن هذا الكلام وأضيف له بأن الآن أصبحت هناك مفارقة ما بين حق وباطل. هناك متظاهرين من أجل حقوق ومن أجل يعني ضد فساد وضد سلطة ظالمة، وما بين سلطة تمتلك السلاح والمال تضطهد شعبها. أصبحت الأمور واضحة، ولكل عقل يعني لكل إنسان ذو عقل يستطيع الخيار ما بين الأمرين. لذلك المعركة الآن أصبحت واضحة بدلا ما كانت ملتبسة. أما يعني حول القيادة للتظاهرات، لقد قلناها سابقا ومرارا بأن المتظاهرين يجب أن يكون لهم قيادة، ولربما خاصة بعد يعني بعد ما امتازت الصفوف تقريبا 4 أشهر. نعم، لا، والشيء الآخر أنه امتازت الصفوف الآن متظاهرين بشكل خالص، لا تيارات حزبية مشاركة بالسلطة ولا تيار صدر ولا غيره، وهناك نظام سلطوي بكافة أحزابه وميليشياته. فمن الآن يجب أن يكون لهذه التظاهرات يعني قيادة، ليس شرطا أن تكون علنية، ربما بسبب الوضع الأمني وبسبب الاستهداف لهؤلاء الناشطين من الجيد أن تكون قيادة سرية لتحريك هذا الحراك وهذه التظاهرات والتنسيق بينها بين المحافظات. وأنا يعني قبل قليل ذكرت الناصرية، حقيقة هذه المدينة مدينة مضحية، مدينة الأحرار، بل يحق لها أن نسميها بأنها عاصمة الثورة. الناصرية هي عاصمة الثورة العراقية. وقبل اليوم أنا رأيت فيديو لأحد الناشطين الكبار اللي هو دكتور علاء الركابي، صرح بأنه ودعا الشعب العراقي لتظاهرة اسماها بمليونية الملايين، وتنطلق من جميع المحافظات اتجاه هدف واحد هو بغداد ولمحاصرة المنطقة الخضراء. بل زاد على ذلك، يجب أن تكون هذه المسيرات راجلة وليس بالسيارات. طبعا هذا يذكرنا بما فعله غاندي في الهند. نعم، عندما كان مشى بمسيرات جالت الهند على كبرها، هي تعتبر شبه قارة. لذلك ليس عزيزا على الشعب العراقي إذا ما مشى ما بين المحافظات باتجاه بغداد. وقد رصد لها لمدة 14 يوم يعني ابتداء من يوم الثلاثاء القادم. وإذا ما فعل هذا وثبتت هذه الصورة بأن الجماهير تزحف من كل المحافظات إلى بغداد، ستكون هناك صورة مثالية للشعب العراقي وإرادته بالتغيير، وسيجلب دعما دوليا، وسيتم محاصرة هؤلاء الفاسدين في المنطقة الخضراء. ولا بد لهذا النظام أن يسقط، وإرادة الجماهير العراقية لا بد لها. طيب سيد عبد الله، بدقيقة أو أقل من ذلك، أكو هناك شائعات روجوها بعض المناصبين العداء للثورة تشرين، يقولون بأن الإمدادات بالطعام والألبسة والأغطية تراجعت في هذه الفترة، ما هو ردكم على ذلك؟ بدقيقة أرجوك. أخي بالعكس الآن زادت، والحمد لله زاد الدعم اللوجستي من خصوصا مناطق غرب بغداد، مناطق وسط بغداد كمنطقة اليرموك. أهالي اليرموك ما شاء الله يجدون بما يملكون. أهل المنصور كذلك، حي الجامعة، حي العدل، حي بغداد الغربية ووسط بغداد، يعني ما شاء الله يجدون لساحات التظاهر بكل ما يملكون من دعم، من غذاء، من مواد جافة، أغذية، من معلبات، ومن مواد طبية لإسعاف جرحى التظاهرات. بالعكس، التيار الصدري لم يكن مسؤولا ولا عن 5% من الدعم اللوجستي الذي كان يأتي إلى ساحات التظاهر، خصوصا ساحة بغداد. الأهالي يجودون بما يملكون، ولا زالوا يجودون. ولحد اليوم الصبح كانت وجبة الفطور وجبة كاملة. والآن يتم تحضير وجبة الغداء، والحمد لله. والأمس وجبة العشاء كانت حاضرة. إذا هذه شائعات كاذبة من بغداد. الناشط في التظاهرات الأستاذ عبد الله الفراجي، أنا أشكرك لأنه منحتنا جزء من وقتك وأنت مشغول بأمور التظاهرات في بغداد، شكرا جزيلا لك. أستاذ نظير، بدقيقة، شلون نشوف مستقبل التظاهرات في العراق، يعني في بغداد وفي بقية المحافظات؟ والله أنا أقول لك إني متفائل. ربما بعض الناس يقول هذا تفاؤل مبني يعني على وهم،
لكن أنا أقول أن هذا التفاؤل مبني على حقائق. هذا الحراك وهذا المفاصلة ما بين الحق والباطل دليل على اقتراب النصر، وهذا سوف يجلب لنا تغييرا بإرادة عراقية خالصة، نعم، وبدعما من الأحرار بالعالم، نعم. لذلك الآن تجد يعني هناك تصريحات مؤيدة لهذا الحراك ومؤيدة لهذه التظاهرات ومستنكرة للعنف الذي يحدث فيها، ولكن أقول ما زال الدعم الدولي والمساندة الدولية لا ترتقي إلى مستوى التضحيات العراقية. لذلك أهيب بكل الدول التي تريد الحرية بكل الأحرار بالعالم أن يقفوا بشكل صريح مع هذه التظاهرات العراقية وضد هذا النظام المستبد. شكرا جزيلا. أنا أشكرك أستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه التغطية نتوجه بالشكر الجزيل إلى ضيوفنا. كان معنا في الاستوديو الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي، وأيضا انضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشط التظاهرات الأستاذ عبد الله الفراجي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء. Thank you.